سألتني سؤال مباشر، أغنية قضية عم أحمد أو أغنية عمر خيرت إيه رأيك فيها؟ قلت لها محتاجة أسمعها أكتر من مرة، لأنه حتى هذه اللحظة اللحن هو اللي مسيطر عليا، لأنه هو ده اللي بسمعه من سنين وبعشقه من سنين. مع تكرار الأغنية أبتدي أقارن ما بين الكلمات والألحان، إنما لحد دلوقتي اللحن مكتسح. أغنية عبد الوهاب، وده كان كمان سؤال تاني سألته لي السيدة ماجدة الرومي، كان رأيي فيها قاطع، إنه ده إعادة إحياء عظيم لأغنية قديمة جدا، بس الناس وهي قاعدة على الكراسي كأنها بتغنيها اللحظة دي، وكأنها متحمسة اللحظة دي، وكأنها حاجة اتكتبت واتعملت النهاردة، مش حاجة قديمة الناس منفصلة علاقتها بيها. خلينا نفتكر ماجدة الرومي لما كانت بتكلم المصريين من الاستوديو ده، وبتكلمهم كلهم بحب وعشق واتزان وعقل، في حلقة سابقة من أجمل الحلقات. عيناك ليال صيفية مرؤى وقصائد وردية، عيناك ليال صيفية مرؤى وقصائد وردية، ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية، ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية. عيناك ليال صيفية ورؤى ورؤى وقصائد وردية، ورؤى ورؤى وقصائد وردية. عن جد متأثرة أنا بمحبتك واستقبالك، و يعني حقيقة شيء مؤثر هالمحبة كلها اللي شفتها بمصر من ساعة اللي وصلت لهلأ. أنا عندي حالة هيك كتير تأثر باللي صار من ساعة اللي وصلت لهلأ، ما تحوت إلا بكل محبة. قد إيه أنتو الشعب طيب، وقد إيه الشعب محب. لو شفتوا ماجدة الرومي الصغيرة الشابة في استوديو الفن، الحقيقة إنه أنا يعني مع فرق طبعا الأبيض والأسود والألوان دلوقتي، هي نفس الشخص اللي قاعد قدامنا دلوقتي، نفس الصوت الخفيض، نفس الرقة والخجل اللي ما تبقاش متأكد هو كسوف ولا غرور. الصوت الواطي. خلينا نشوف سنة 74، والحقيقة إنه الديكور بيفضح السنين كلها. خلينا نشوف المقطع ده لماجدة الرومي من زمان قوي. رح تسمعينا غنية شو الليلة؟ أنا قلبي دليل دليل يا معصر، أنا قلبي دليل يلي هتحبي، قلبي دليل يلي هتحبي، دايماً يحكيلي وبصدق تجربة واحدة وحيدة لماجدة الرومي في السينما، بس كان يوسف شاهين هو طول حياته كان مؤمن بموهبتك وكان نفسه يكرر التجربة. خلينا نفتكر عودة الابن الضال وماجدة الرومي غناء وتمثيلا في الفيلم ده. لها الحلم الكبير بالسينما، للي معه ذكريات ما بنسيها، يلي معه أيام محفورة بقلبي، للي معه قصة ابتدت معه وخلصت معه بالقلب مهما بعد، هيك بقوله ليوسف شاهين. شوف الجرح اللي حصل عندكم في البيت. جرح عندنا في البيت يا تفيدة؟ مين بقى؟ حبيبي سكر مر طعم الهوى، فرق ما بيننا البين ما عدناش سوا، حبيبي سكر مر طعم الهوى، فرق ما بيننا البين ما عدناش سوا، حرام عليك يا عذاب نبقى كده اغراب، ده البعد والله جرح من غير دواء. وارجع واقول وارجع واقول لسه الطيور بتقيم وانا
احلاك بالطن والطفل ده طير بعيد مش كل البشر فرحه. شو المطلوب منا جميعا اللي فينا شرف وكرامة كعربة؟ بقول انه في شرف وكرامة. اليوم يوم الوقت يوقف مع مصر باليوم الصعب، لأنه كل الأعمار كانت معنا، كانت الحضن الدافي اللي جمع الكل. أي فرح ببيوتنا ما كانوا غايبين عنه فنانين مصر الكبار. أي ليلة سهرناها ما سهرنا مع ممثلين مصر الكبار. أي رفعة راس كانت إلنا بالعبور، هيدا النصر اللي عطتنا إياه مصر نحن كلنا كعرب. أي رفعة راس كانت إلنا اليوم ما أخذت مصر بنجيب محفوظ نوبل للأداب؟ مين أخذ غير مين من العرب؟ هيدا بيت العرب كلهم اليوم. إيه وجع الوقت لنقول كلمة الحق بحق مصر، لنقول كلمة تطلع من أعماق الضمير. ما حدا يقول حد عن ظهري بسيطة على قصة نفس القصة اللي كنت عم بخبرك عنها على الحرب اللبنانية. إذا مصر انمست ما رح يبقى عربي واقف على رجليه.